13. قلنا ليه 2013؟ لانه يعتبر سريع شويه بالنسبه ليه في الجينات الجديده اللي هي 2016 و2000 وكام و2017. طبعا المقدمه اللي هي في البدايه دي كنا احنا خدناها قبل كده لو الناس تتذكر، فمش ايه اعيد نفس الايه الكلام تاني. هنخش على طول فين؟ في البرنامج بتاعنا اللي هو برنامج ايه يا باشمهندسين، برنامج السيف. تمام يا شباب، برنامج السيف اللي بينقسم يا باشمهندسين الى 8 دروس. اول درس اللي هو موضوعنا النهارده يا باشمهندسين اللي هو شرح الواجهه اللي هي بتاعه البرنامج، نفهم الواجهه بتاعه البرنامج شكلها عامل ازاي والبرنامج عباره عن ايه. تمام يا باشمهندسين. الجزء الثاني اللي هو ازاي اللي انا دلوقتي الراجل المساح بينزل يعمل لي رفع مساحي للارض الطبيعيه من الموقع، تمام، وانا باخدها برفعها على ملف كاد، الراجل بيديها لي ملف كاد او بيديها لي باي صيغه زي ما هنتعلم دلوقتي. تمام يا باشمهندسين. انا بقى لازم اعرف البرنامج الشغل اللي المساح عمله. عشان اعرف البرنامج الشغل اللي المساح عمله دي خطوه اسمها السيرفس. خلاص شباب، يبقى خطوه خلق الارض الطبيعيه، خلق سطح الارض الطبيعيه. تمام يا باشمهندسين. والدرس الاولاني والثاني ده اللي هو موضوع بتاعنا ان شاء الله ايه النهارده. تمام يا شباب. الموضوع الثالث اللي هو ازاي اللي انا اعمل المسار بتاع الطريق، ازاي اللي انا بختار المسار وازاي اللي انا برسم المسار بتاع الايه الطريق بتاعي، اللي هي خطوه اسمها خطوه اللي هي باشمهندسين الالاينمنت. طبعا الناس هتاخد الفيديو وهتاخد شرح الباوربوينت معانا. تمام يا شباب. الجزء اللي بعد كده الدرس الرابع اللي هو خطوه يا باشمهندسين ازاي اللي انا اعمل البروفايل، والبروفايل ده المقصود بيها اللي هو القطاع الطولي للطريق. تمام يا باشمهندسين. تمام. نعم. لا لا، هتاخد في البي دي اف ده هتاخده معاك. الخطوه اللي بعد كده والفيديو كمان انا مسجل. الخطوه اللي بعد كده ازاي اللي انا اعمل يا باشمهندسين حاجه اسمها الاسمبلي، اللي هو اللي انا اصمم الطريق تصميم انشائي. ايه المقصود بالتصميم الانشائي للطريق؟ اللي انا احدد السمك كل طبقه من الطبقات، بحدد السمك كل طبقه من الطبقات ده بالطريقه اللي انتوا عارفينها اللي انتوا درستوها في الترم الاول اللي هي طريقه الاشهر. تمام يا شباب. باخد بقى البيانات بتاعتك اللي هي سمك الطبقات اللي انت صممتها دي وادخلها فين؟ في البرنامج. بدخلها البرنامج عن طريق خطوه الاسمبلي. هنشرح في وقتها ده، انا بس بوضح لك البرنامج ايه بنعمل ايه. تمام يا باشمهندسين. لكن كل حاجه هنشرحها بالتفصيل في وقتها، خلاص ما تقلقش يعني ان شاء الله. الخطوه اللي بعد كده يا باشمهندسين اللي هي خطوه الايه الكوريدور، وقتها هنفهم يعني الكوريدور ده المقصود بيه ايه يا باشمهندسين. الكوريدور ده المقصود بيه اللي انا القطاع العرضي اللي هو سمك الطبقات ده اللي انا دخلته للبرنامج احطه على البروفايل بتاعه. تمام يا شباب. والخطوه اللي بعد كده اللي هي خطوه الكروس سيكشن، ازاي اللي انا اطلع القطاعات العرضيه للطريق. والدرس الاخير بقى اللي هي خطوه اللي هي اخراج الكميات والايه واللوحات والحاجات دي كلها. تمام يا شباب. مواعيد الدوره زي ما احنا اتفقنا يا باشمهندسين. تمام، النهارده زي ما احنا اتفقنا الساعه 10، وبعد كده الايام الباقيه بقى 2 سبت و2 و4 الساعه كام؟ 11. خلاص نبدا بقى بسم الله فين؟ في اول حاجه عندنا اللي هي ايه يا باشمهندسين؟ الانترفيس اللي هي شرح الواجهه اللي هي ايه يا باشمهندسين بتاعه البرنامج. البرنامج بتاعنا يا باشمهندسين اسمه ايه؟ طبعا انت لما تيجي هنا تقول له اول بروجرام تابع شركه ايه يا باشمهندسين؟ اوتو ديسك. لا، برنامج السيف 3 دي يا باشمهندس متخصص في حاجه واحده بس، اللي هو التصميم الهندسي للطريق بس، مش اكتر من كده. بالنسبه للتصميم الانشائي انا قلت لك انا بشتغل بيها يا باشمهندسين، بحل بطريقه الاشتو وبدخل البيانات اللي انا صممت بيها بطريقه الاشتو في البرنامج. لكن البرنامج ما بصممش تصميم انشائي، برنامج بيقدر يطلع لوحات جيومتري. خلاص يا باشمهندس. البرنامج طبعا يا باشمهندسين تبع شركه ايه؟ اوتوديسك. فهتلاقيه هنا فين؟ في اول بروجرام، عشان بس الناس لو مسحته منين من على الديسك توب. تمام، في هنا تبع اوتوديسك، هتلاقي هنا يا باشمهندسين برنامج اسمه ايه؟ اول حاجه اسمها ايه؟ اوتوكاد. يعني معنى ايه كلمه اوتوكاد؟ يعني البرنامج ده عباره عن ايه؟ اوتوكاد. اوتوكاد عادي بس متخصص في ايه يا شباب؟ في السيفل 3 دي، يعني متخصص في الطرق. تمام يا باشمهندس. يبقى هو برنامج اوتوكاد عادي خالص، لكن في شويه حاجات اضافيه بتسهل عليك اخراج اللوحات بتاعه الطرق. خلاص شباب. طيب زي اللي هو الاوتوكاد ستراكشر ديتيلنج، ما هو عباره عن ايه يا باشمهندسين؟ عباره عن اوتوكاد بس في شويه حاجات خاصه بالخرسانه بتطلع الايه اللوحات بتاعتك على السريع. ف
هو ده برضه نفس النظام اوتوكاد عادي، بس فيه شويه اضافات بتسهل عمليه الاخراج بتاعت يا باشمهندسين بتاعت الطرق عندك. تمام. طبعا هتلاقي هنا يا باشمهندسين في ثلاث حاجات موجوده. في هنا اول حاجه يا باشمهندسين اوتوكاد سيفل 3 دي 2013 انجلش. ايه يا باشمهندسين هنا؟ ها امبريال. امبريال دي وحدات المتريه ولا الوحدات اللي هي الملي والحاجات دي؟ الملي. انا ماليش دعوه بالوحدات دي، انا عاوز يا باشمهندسين المتر. تمام. عندي الثاني اللي هو يا باشمهندسين المتريك، وده اللي احنا بنشتغل عليه. وعندي كمان حاجه هنا اسمها يا باشمهندسين اوتوكاد سيفل 3 دي از اوتوكاد 2013. ايه ده؟ ده الاوتوكاد العادي. يعني انت متى ما سطبت على عندك على الجهاز برنامج السيفل فهو اصلا موجود الاوتوكاد العادي، وموجود كمان يا باشمهندسين برنامج السيفل عام، فانت مش مضطر ان انت تسطب اوتوكاد كمان معاه. خلاص شباب. طيب احنا هنشتغل ايه دلوقتي يا باشمهندسين؟ شغلنا كله ها على اوتوكاد سيفل 3 دي بوحدات ايه يا شباب؟ المتر. تمام. طبعا انت ممكن تعمله هنا كده يا باشمهندس سنت تو ديسك توب، ديسك توب يا شباب ظهر عندي على الديسك توب لو مش كان ظاهر. وممكن كمان يا باشمهندسين اقول له هنا بروبرتيز، واقول له هنا يا باشمهندسين كرييت شورت كات. انتوا عارفين يعني ايه كرييت شورت كات دي؟ يعني لو قلت له هنا يا باشمهندس ايه وقلت له اوكي، انا دلوقتي من غير ما اعمل اي حاجه اروح قايل هنا كنترول الت وايه، هيروح فاتح لي البرنامج. فاهمين قصدي يا باشمهندسين؟ نعيد تاني. يبقى البرنامج يا باشمهندس موجود عندي اول ما تسطبه، هو اصلا موجود على الديسك توب بس انا بفضل ان انا دايما امسحه. تمام. لو مش موجود عندك على الديسك توب هتلاقي هنا في اول بروجرام، هتلاقي هنا يا باشمهندسين تبع شركه اوتوديسك اوتوكاد سيفل 3 دي 2013. اتفقنا ان احنا هنفتح دايما يا باشمهندسين المتر. طبعا عايز تصدره على الديسك توب هتقول له يا شباب سنت دو ديسك توب. تمام. عاوز تفتحه بقى بضغط ايه يا باشمهندسين؟ دبل كليك عليه مفيش مشكله. عاوز تعمل له اختصار فانت هتروح واقف هنا يا باشمهندس وتقول له رايت كليك وايه؟ وبروبرتيز. وهنا يا باشمهندس عند الشورت كات كي تروح حاطط اي حاجه وليكن انت عاوزه ايه يا باشمهندس؟ بي او اي ايه او اي حرف. تمام؟ وليكن دي. يبقى انت دلوقتي بيقول لي يا باشمهندس لما اجي افتحه افتحه ازاي؟ كنترول زائد الت زائد ايه يا باشمهندسين؟ زائد الدي. في مشكلة دلوقتي يا شباب؟ الناس بقى تجرب عندها كده تشوف الوضع ايه. البرنامج بقى يا باشمهندسين شكله عامل ازاي؟ قال والله البرنامج يا باشمهندس بيتكون من اربع حاجات. اول حاجة اسمها ايه يا باشمهندسين؟ قوائم المنسدلة. قوائم المنسدلة اللي هي عبارة عن ايه يا باشمهندس؟ الشريط اللي فوق ده. تمام؟ وعندي تاني حاجة اللي هي اسمها يا باشمهندسين؟ الريبون. وعندي حاجة تالتة اسمها قائمة التول سبيس، ودي أهم قائمة عندنا في برنامج السيفل 3 دي. وعندي الشريط اللي أنتوا عارفينه فين في الأوتوكاد العادي اللي هو شريط يا باشمهندسين؟ القمار. تمام؟ طيب. نفاجأ يا باشمهندسين بإيه؟ نفاجأ إن إحنا أول ما نسطب البرنامج عندنا إن إحنا أصلاً الحاجات اللي موجودة فوق دي هي عبارة عن الريبون، صح؟ لكن القوائم المنسدلة فين؟ قال القوائم المنسدلة بجيبها منين يا باشمهندس؟ ثواني يا شباب. يبقى القوائم المنسدلة يا باشمهندس لما اجي افتح البرنامج اجيبه الاقي هنا في سهم موجود هنا يا باشمهندس جنب السفل، ده معناه ان انا فاتح السفل. طبعا يا باشمهندس انت هنا ممكن تقلب بين الايه البرامج، يعني هنا ده انا كده فاتح السفل. لو انا اخترت هنا 2 دايمنشن درافتنج ده معناه ان انا افتح يا باشمهندسين اوتوكاد 2 دايمنشن. لو انا فاتح 3 دي موديلنج معناه ان انا فاتح ايه؟ اوتوكاد سيفل 3 اوتوكاد 3 دايمنشن. لكن يفضل ان انت ما تقلبش لان البرنامج ايه بيحصل فيه مشاكل. تمام؟ فانا افتحهم من البدايه. لو انا عاوز اوتوكاد افتحهم من الايقونه اللي بره. خلاص شباب؟ لو انا عاوز سيفل افتحهم من الايقونه اللي بره. يبقى انا هنا دلوقتي شغال عليه يا باشمهندسين على السيفل. اروح فاتح هنا يا باشمهندس السهم اللي في الجنب ده واقول له هنا تحت شو منيو بار، يظهر لي ايه بقى دلوقتي يا باشمهندسين؟ يظهر لي القوائم المنسدله اللي فوق. في حد عنده اي مشكله؟ طيب. القوائم المنسدله اللي فوق دي بقى اللي هي الشغل بتاعنا، يعني انا مثلا كل قائمه من القوائم دي بنشتغل عليها.
زي النهارده ان شاء الله تعالى هنشتغل على قائمه ايه يا باشمهندسين؟ قائمه السيرفيس، ازاي اللي انت تخلق تمام يا باشمهندس سطح الارض الطبيعيه على البرنامج، وهنتعلمه بعد شويه. في مشكله؟ طيب يبقى ده اول حاجه يا باشمهندس، القوائم المنسدله، وعرفنا بنجيبها منين؟ بنجيبها من هنا يا باشمهندسين، ونقول له والله هنا شو منيو بار. تمام يا شباب؟ طبعا هو هنا هيد لانها ايه؟ لانها صح. خلاص؟ تاني جزئيه عندنا يا باشمهندسين اللي هي الريبون، وهي برضه فيها الاوامر بتاعه البرنامج كلها، وهنتعلم برضه ازاي نشتغل منها. تمام يا شباب؟ بعد كده في عندي قائمه مهمه جدا، وهي قائمه ايه يا باشمهندسين؟ التول سبيس. اسمها ايه؟ تول سبيس. طب فرضا يا باشمهندس انا جيت قفلتها من هنا، اظهرها منين؟ قال له والله يا باشمهندس منين؟ اي حاجه عاوز تظهرها تظهرها من ثلاث حاجات، اما يا باشمهندس من القوائم المنسدله يبقى من جنرال اقول له تول سبيس ظهر. تمام يا شباب؟ يبقى اي اوردر عاوز تديه للبرنامج بتديه يا باشمهندس بثلاث حاجات، يبقى من جنرال تول سبيس. خلاص شباب؟ او منين تاني يا باشمهندسين؟ او من الريبون، من هنا من هوم، واقول له يا باشمهندسين تول سبيس، او لو الامر اللي انت مديهوله الاختصار يبقى من شريط ايه يا باشمهندسين؟ من شريط الكوماند. طبعا هو تول سبيس ملهاش اختصار، فعشان كده ايه مش ينفع يديها من شريط الايه؟ الكوماند. هي مفهومه ولا مش مفهومه؟ يبقى اي اوردر عاوز تديه للبرنامج تديه من الثلاث حاجات الرئيسيه عندنا، اللي هي القوائم المنسدله، يبقى هي موجوده هنا تول سبيس، موجوده فين يا باشمهندسين؟ في قائمه جنرال، جنرال تول سبيس. او من قائمه الريبون من هوم اقول له يا باشمهندسين تول سبيس، او لو انت امر انت حافظه هنا يا باشمهندس فايه اجيبه منين؟ من شريط الكوماند. تمام يا شباب؟ طيب في اي مشكله دلوقتي؟ يبقى البرنامج هو عباره عن برنامج اوتوكاد عادي، بس كل الموضوع ان هو فيه شويه حاجات خاصه بالطرق بتسهل عملك ان شاء الله وانت شغال عليه. خلاص شباب؟ طيب عندي بقى دلوقتي يا باشمهندس، فرضا انا جيت فتحت البرنامج ومش متاكد ان الوحدات اللي عندي متر، هل بعد ما فتحت البرنامج ممكن اتاكد من الكلام ده؟ قال لي اه ممكن اتاكد من الكلام ده. منين؟ قال لي يا باشمهندس من قائمه تول سبيس. اجي ادخل هنا يا باشمهندسين على سيتنج واقول له رايت كليك، واقول له ايه هنا يا باشمهندسين؟ ايديت دروينج سيتنج. يبقى لو انا عاوز اتاكد ان الوحدات اللي انا فاتحها بوحدات المتريك منين يا شباب؟ ها؟ من تول سبيس. الجزء الثاني عندي اللي هو ايه يا باشمهندسين؟ سيتنج. اجي اقف على ايه الاسم اللي عندي هنا، كان اسمه دروينج 1، انت طبعا هتبقى مسماها باي اسم، واقول له هنا يا باشمهندسين ايديت دروينج سيتنج. الاقي الوحدات عندي هنا ايه يا باشمهندسين؟ بالمتريك. طب سؤال يا باشمهندس، فرضا ان انا عندي لما جيت فتحت يا باشمهندس لقيت ان هي كانت امبريال، ينفع اغير من هنا المتريك؟ قال لي لا، لو غيرت هيحصل عندك ايرور، البرنامج ما بيبقاش الكلام ده على الرغم ان هو موجود هنا فيه. صح يا باشمهندسين؟ فلو انت غلطت تقفل وتفتح من اول وجديد. خلاص شباب؟ طيب انا بقى يا باشمهندسين مديكوا برنامج يعتبر تمبلت. التمبلت ده يا باشمهندس هو فيه شويه حاجات بتسهل لك الحوارات دي كلها. اول ما تفتح البرنامج تروح فاتح ايه؟ فاتح التمبلت بتاعك اللي انا عامله، هتلاقي الدنيا ان شاء الله تعالى سهله بالنسبه لك. يبقى اول ما افتح البرنامج يا باشمهندس اعمل ايه؟ اقول له فايل انيو. فايل ايه يا شباب؟ انيو. التمبلت اللي انا مديه لكم اللي انا اديته للباشمهندس المره اللي فاتت على الفلاشه هتلاقيه موجود يا باشمهندسين هنا ايه في الملف ده اللي انا اديته لكم باسمي يا باشمهندس بالاسم ده. تمام يا شباب؟ واقول له ايه هنا يا باشمهندس؟ واقول له اوبن. يبقى اول خطوه عندنا ان انا بعمل ايه يا باشمهندسين؟ بفتح فايل نيو وافتح التمبلت اللي انا شغال عليه. طب ليه التمبلت؟ قال لي التمبلت ده يا باشمهندس بيسهل، انا مظبط عليه في شكل الاخراج النهائي بتاع اللوحات بحيث يبقى شكله يكون كويس، بحيث اوفر عليك وقت. تمام يا شباب؟ فالتمبلت ده مهم جدا وانت جاي تشتغل، اول حاجه تشتغل عليه يا باشمهندس على الملف التمبلت. طب فرضا يا باشمهندس انت بعد ما اتعلمت البرنامج تمام، شكل الاخراج اللي احنا ان شاء الله تعالى هنخرجه فيما بعد مش عجبك،
انت ظبط شكل الاخراج بنفسك وسيفه على انه تمبلت. طب نسيفه ازاي؟ فرضا يا باشمهندس انا عملت ملف وظبطته وده الاخراج اللي انا عاوزه، اروح ماسح كل حاجه فيه، امسح كل حاجه واروح اقول له يا باشمهندس فايل سيف اس، واقول له هنا يا باشمهندس الامتداد اللي انا عاوزه اللي هو الدي دبليو تي اللي هو ده. يبقى انت كده عملت ملف تمبلت لنفسك. خلاص شباب، هو الملف اللي انا جايبه ده ملف فاضي، بس مش فاضي ده فاضي من الرسومات، لكن في جوه يا باشمهندس لما اجي اعمل رسمه جديده هتلاقيها ظهرت بشكل الاخراج القديم. مظبطه الاوبشن جوه، مفهوم يا باشمهندسين؟ فده لو انت ان شاء الله تعالى مش عجبك الاخراج بتاعي ده، فانت بمشيئه الرحمن تغيره بالشكل اللي انت عاوزه، تمام يا باشمهندس، وتسيف لك انت ملف تمبلت جديد، وتبقى اول ما تفتح البرنامج تبقى تفتح ملف التمبلت بتاعك، مفيش اي مشكله خالص. ها تمام يا شباب؟ طيب. يبقى هو ده يا باشمهندس ايه الواجهه بتاعت برنامج السيفل 3 دي. قلنا بتتكون من القوائم المنسدله، وعرفنا بتطلع منين القوائم المنسدله دي، وبتتكون من الريبونز اللي هو اشرطه الادوات، وبتتكون من حاجه اسمها التول سبيس ودي مهمه جدا وهنعرف ازاي نشتغل عليها دلوقتي، وبتتكون من حاجه كمان اسمها ايه يا باشمهندسين؟ شريط الكوماند بار. تمام يا شباب؟ طيب. نعم. يبقى بعد ما فتحت التمبلت بتاعنا ده يا باشمهندس اقول له ايه؟ فايل ايه؟ سيف از، تمام؟ واسيفه باي اسم انتوا عاوزينه يا باشمهندسين. اي اسم انتوا عاوزينه، وانا دايما بفضل ان انا اسيفه على 2007 او اي فيرجن قديم. ليه؟ عشان انت لو واخده في اي مكان تاني يبقى ايه الموضوع بالنسبه لك سهل. تمام يا شباب؟ واقول له هنا ديسك توب، واقول له يا باشمهندسين، واقول له سيف. طبعا لو رحت على الديسك توب هتلاقي يا باشمهندس ظهر عندك بس هو لسه بيحمل يعني، تمام؟ اقول له ايه؟ خلاص شباب، في اي حد عنده مشكله؟ الخطوه اللي بعد كده بقى يا باشمهندسين، اللي هي خطوه يا باشمهندسين ازاي اللي انا اعمل ايه سطح الارض. تمام، انا بعرف سطح الارض الطبيعيه للبرنامج ده يا باشمهندس في كذا حالة على حسب ما المساح جايبها. هو أصلا سطح الأرض الطبيعية ده يا باشمهندسين مين اللي بيقولي؟ المساح، صح؟ المساح بينزل يعمل إيه؟ بيرفع الأرض الطبيعية اللي عنده، صح ولا يا باشمهندس؟ طيب بيرفع الأرض الطبيعية دي إزاي يا باشمهندس؟ بس إيه ال أنا عندي وليكن الأرض الطبيعية بالشكل ده يا باشمهندسين، صح؟ الراجل بينزل يعمل إيه؟ بياخد لي إيه يا باشمهندس؟ نقط، صح ولا لأ؟ خد نقطة هنا مثلاً، خد نقطة هنا مثلاً، خد نقطة هنا مثلاً، خد نقطة هنا مثلاً، صح؟ صح ولا يا باشمهندسين؟ هو بيجي بينزل أول ما بينزل كده بيقول بسم الله يروح مطلع خريطة كونتورية، ولا بينزل يعمل إيه يا باشمهندسين؟ بيرفع نقط مساحية، صح؟ ويروح مديني إيه يا باشمهندس؟ الاكس والواي والزد. طلع مثلا النقطه دي نقطه واحد مثلا، ده النمبر بتاعها واحد، صح؟ يقول لي الايستم بتاعها اللي هو الاكس بتاعتها اللي احنا عارفينه، اللي وليكن قيمته كذا 1000، والواي بتاعتها وليكن قيمته 2000، والزد بتاعتها وليكن قيمته 2 متر، صح يا باشمهندسين؟ طيب بيرفع لي الارض اللي انت شايفها دي كلها عباره عن نقط بالشكل ده. تمام يا شباب؟ طيب بعمل ايه؟ بدخلهم في كذا طريقه طبعا، اما ان هو يديني النقط دي وانا ادخلها على برنامج السيفل وانا اعمل سطح الارض الطبيعيه من الكلام ده واعمل خريطه كونتوريه،
تمام يا باشمهندسين؟ عن طريق ايه؟ برنامج الصفر، وده اللي احنا هنتعلمه المره الجايه. تمام يا شباب؟ بالمره الجايه هنتعلم لو المساح مديني عندي نقط مساحيه انا اقدر ازاي ان انا ادخلها على البرنامج واعرف السيرفس يعني سطح الارض الطبيعيه للبرنامج، واقدر كمان اعمل خريطه كونتوريه منه. تمام؟ او ان الراجل يا باشمهندس هيكون هو مديني خريطه كونتوريه جاهزه، والخريطه الكونتوريه الجاهزه دي ممكن يعملها ببرنامج الصفر او ممكن يعملها ببرنامج اسمه برنامج الصفر. ده المساح هو اللي بيعملها. طب ويعني ايه خريطه كونتوريه؟ ها؟ يعني ايه خط كونتور؟ ها؟ احنا شرحناه قبل كده. عباره عن ايه؟ ها؟ خط وهمي بيربط بين النقط المتساويه فينا يا باشمهندسين في المنسوب. يبقى انا عندي بشوف والله النقطه دي منسوبها بيساوي النقطه دي بيساوي النقطه دي، فاروح بوصل بينهم. النقطه دي بالشكل ده انا موصل بينهم. خلاص شباب؟ يبقى هو عباره عن خط وهمي بيوصل بين النقط الايه؟ المتساويه في المنسوب. خلاص يا باشمهندسين؟ طيب. يبقى انا عندي دلوقتي يا باشمهندس بعرف سطح الارض الطبيعيه للبرنامج ده بناء على الداتا اللي جايه لي. الداتا اللي جايه لك لو كانت خريطه كونتوريه فهنتعلم النهارده بمشيئه الرحمن ازاي اللي احنا نعمل سيرفيس من الخريطه الكونتوريه اللي المساح مديها. خلاص شباب؟ المره الجايه ان شاء الله تعالى هنتعلم لو الراجل المساح مديني الكلام ده على شكل ايه يا باشمهندسين؟ نقط مساحيه، تمام يا باشمهندس، في ملف اكسل ازاي اللي احنا نعمل منه السيرفيس، ولو الراجل المساح مديها لي في شكل ملف اوتوكاد او ملف لان او من جوجل ايرث، هنتعلم الحاجات دي ان شاء الله تعالى المره الجايه. خلاص شباب؟ يبقى الخطوه اللي احنا هنشتغل عليها دلوقتي يا باشمهندسين لو الراجل مديني الرفع المساحي بتاعه على شكل ايه يا باشمهندسين؟ خريطه كونتوريه. طيب هو المشروع بتاعنا اصلا انا مديه لكم خريطه كونتوريه ولا نقط مساحيه؟ خريطه كونتوريه. الخريطه الكونتوريه اللي عندنا اللي هي دي يا باشمهندسين اللي هي على الديسك توب دي، تمام؟ افتحها من هنا يا باشمهندس؟ قال لي لا. قال لي ما لا اعمل ايه؟ قال لي يا باشمهندس الملف اللي انت فاتحه ده اللي انت مسيفه بالاسم ده اللي هو ليرن سيفن، مش هو ده اللي احنا فاتحينه ولسه مسيفينه؟ وجينا خدناه اللي هو الملف التمبلت بتاعنا، تمام يا شباب؟ اعمل ايه؟ اروح جاي هنا يا باشمهندس من الريبون اللي عندنا، اقول له ايه هنا؟ انزرت. واقول له ايه هنا يا باشمهندسين؟ انزرت. يبقى من انزرت انزرت. هيظهر عندي يا باشمهندسين الشاشه دي. الشاشه دي انا عاوز فيها يا باشمهندس ثلاث حاجات. اول حاجه عندنا هنا يا باشمهندسين براوز. براوز دي بجيب منها ايه؟ بجيب منها الفايل اللي انا عاوزه. طيب الفايل اللي انا عاوزه تقريبا هو ده. خلاص شباب؟ واقول له ايه يا باشمهندسين؟ اقول له اوبن. بعد كده يا باشمهندس لازم تتاكد ان عندك سبيسيفاي اون سكرين دي مش موجوده، لان لو موجوده هياخد الملف ويروح حاططها عند يا باشمهندس عند اكس بصفر وواي بصفر وزد بصفر. لا ده انا عاوز يا باشمهندس اكس وواي وزد اللي المساح مديهم لي. تمام يا شباب؟ فعشان كده لازم دي تكون ايه؟ مش مفعله. تمام؟ وكمان يا باشمهندس اعمل لها ايه؟ اكسبلود لو هي كانت بايه؟ متركبه كلها كبلوك انا بفكر. خلاص شباب؟ يبقى الثلاث حاجات اللي احنا بنعملهم هنا. جبت منين الشاشه دي الاول يا باشمهندس؟ جبتها من انزيرت من الريبون انزير. ها؟ بعد انزيرت دي ظهرت الشاشه دي. الشاشه دي فيها ثلاث حاجات مهمين. أول حاجة براوز بختار منها اللوحة على حسب أنت موجودة فين عندك. وبعد كده يا باشمهندس سبيسيفاي دي بتأكد إن هي مش مفعلة. وبعد كده يا باشمهندسين إيه؟ إكسبلور. وأقول له إيه هنا يا باشمهندسين؟ وأقول له أوكي. نفاجأ دلوقتي يا باشمهندسين ان انا عندي هنا يا باشمهندس ايه اللي حصل هنا؟ في حاجه بانت. معناها ايه دي يا باشمهندس؟ معناها هو بص يا باشمهندسين الشاشه اللي عندي دي الاحداثيات بتاعتها فين؟ لو جينا بدانا في اول الشاشه هنا مش هي دي الاحداثيات بتاعت النقطه دي؟ صح؟ مش ده الاكس والواي بتاعتها؟ صح ولا يا باشمهندسين؟ طيب وعند اخر الشاشه فوق مش هي دي الاحداثيات بتاعتها؟ طيب هو لو احداثيات الخريطه اللي انا مستوردها في الرينج بتاع الايه من النقطه دي للنقطه دي مش هتظهر عندي؟ طب لو الاحداثيات بتاعه الخريطه اللي انا مستوردها اكبر من ده بعيد عن دي تظهر؟ ما تظهرش.
طب عشان اصغرها بعمل ايه؟ بقول له زد اي انتر. ايه اللي حصل عندي هنا يا باشمهندسين؟ اختصار لزوم اول. تمام يا شباب؟ يبقى زد اي انتر. تمام يا باشمهندسين؟ يبقى ادخل على شريط الكوماند واقول له يا باشمهندسين زد اي انتر. وفاجأ دلوقتي يا باشمهندس ان انا ما عملتش اي حاجة في السفر. ده كل الموضوع اللي انا عملت ايه؟ فتحت الخريطة الكونتورية اللي المساح مدهالي. طب برنامج السفر نفسه معترف بيها ومعترف بقى كاوتوكاد، لكن كسفل هو لسه ما اعترفش بيها. خلاص شباب؟ الناس تجرب كده عندها. يبقى احنا قلنا هنا دلوقتي يا باشمهندس كل اللي انا عملته هو عبارة عن ايه؟ اللي انا فتحت الخريطة الكونتورية. تمام يا شباب؟ من انزيرت انزيرت، من انزيرت من الريبو لانزيرت. تمام يا شباب؟ وقلنا ايه الثلاث خطوات بتاعتنا؟ خلص في ايه الموضوع؟ فتحنا الخريطة الكونتورية. طيب عشان بقى يا باشمهندس اعرف البرنامج بتاعي السيرفس اعمله منين؟ قال لي هنا يا باشمهندس عشان اعرف السيرفس في ثلاث اماكن ممكن تعمل فيها الكلام. اول حاجه انا عاوز اعمل ايه يا باشمهندسين؟ سيرفس. يبقى اروح وانا مغمض على قائمه ايه؟ سيرفس. يبقى عشان اعمل سيرفس اروح من القوائم المنسجله على قائمه السيرفس، هي دي اللي فيها كل شيء يخص السيرفس. اول حاجه عندنا في حاجه اسمها ايه يا باشمهندسين؟ كرييت سيرفس. تمام يا شباب؟ اضغط عليها من هنا او اللي انا اجيبها من هنا يا باشمهندسين. طبعا لو ضغطت عليها هيفتح لنا الشاشه دي. نفس النظام يا باشمهندس من الريبون الاقي في هنا حاجه اسمها ايه يا باشمهندسين؟ سيرفس. لو ضغطت عليها هيفتح لي نفس الشاشه. خلاص شباب؟ او منين تاني؟ قال لي او من قائمه التول سبيس. واحنا عرفنا قائمه التول سبيس دي بنفتحها مني. تمام يا شباب؟ طيب من قائمه التول سبيس هو هنا المفعل عندي سيتنج ولا بروسبكتور؟ سيتنج. لا انا هنا من تول سبيس ويا باشمهندسين بروسبكتور. تول سبيس وسيتنج مش بحتاجها غير في حاجه واحده بس، اللي انا اعرف الوحدات اللي عندي ايه ظروفها. صح يا شباب؟ فاكرين الكلام ده؟ اللي انا اعرف الوحدات بتاعتي شكلها عامل ازاي، هي مترك ولا فيل. لكن يا باشمهندس انا دايما شغال على تول سبيس بروسبكتور. تمام يا شباب؟ يبقى يا باشمهندسين عشان اعمل كرييت سيرفيس من قائمه سيرفيس كرييت سيرفيس او من هوم سيرفيس او من هوم باشمهندسين تاني من تول سبيس بروسبكتور في هنا حاجه اسمها يا باشمهندسين سيرفيس. اقول له رايت كليك الاقي هنا يا باشمهندسين كرييت سيرفيس. بس اللي انا عاوز يا باشمهندسين تاخدوا بالكم منه هنا يا باشمهندس جنب السيرفيس في هنا ايه؟ في هنا نقط، خط كده نقط، صح؟ طيب هنشوف بعد شويه الوضع هنا شكله عامل ازاي. اقول له هنا يا باشمهندسين كرييت سيرفيس، هيفتح لي الشاشه دي. الشاشة دي يا باشمهندس أنا أول حاجة الطيب لازم أتأكد اللي هو نوعه إيه يا باشمهندسين؟ تي أي إن سيرفيس، وهنفهم إن شاء الله تعالى الكلام ده فيما بعد يعني إيه تي أي إن. خلاص شباب؟ يبقى أول حاجة عندي لازم يكون تي أي إن سيرفيس، وبعد كده هنا يا باشمهندس هنا بعمل نيم للسيرفيس، فأقول له والله إيه السيرفيس اللي عندي ده وليكن اسمه جراوند سيرفيس اللي هو بتاع الأرض الطبيعية اختصارها جي إس، أنت سماها بأي اسم أنت عاوز. خلاص شباب؟ وبعد كده بقول له يا باشمهندسين اوكي. هنلاحظ هنا بقى ايه يا باشمهندسين؟ ايه اللي حصل؟ بقى هنا يا باشمهندس في علامه زائد موجوده فينا يا باشمهندسين في جنب السيرفس هنا. ليه؟ لانك انت دلوقتي يا باشمهندس عرفت سيرفس اسمه ايه يا باشمهندسين؟ جي اس. وبقى السيرفس ده فيه بعض الداتا داخليا. صح يا شباب؟ طيب لحد دلوقتي يا باشمهندس انا جيت يمت الخريطه الكونتوريه؟ ما جيتش يمتها، ده كل الموضوع اللي انا بعمل ايه؟ ها؟ عملت حاجه اسم لسيرفس اسمه جي اس، سميت سيرفس من عندي كده اسمه جي اس. طب البيانات الداخليه اللي فيه انا لسه ما عرفتهاش. طب اعرفها منين؟
قال لي من هنا يا باشمهندس من دي ديفينيشن، واقول له هنا يا باشمهندس انا عاوز افعل السيرفيس ده من ايه، ولا انا عندي بوينت ولا عندي كونتور؟ كونتور. يبقى انا عاوز افعل الكلام ده من كونتور، واقول له رايت كليك، وايه يا باشمهندسين؟ اد. يعني ايه؟ يعني اضيف للسيرفيس اللي اسمه جي اس ده الخريطه الكونتوريه اللي انا اديها له. خلاص شباب؟ اقول له انا ادد، ما بعملش اي حاجه في الشاشه دي غير اللي انا بقول له يا باشمهندسين اوكي. يجي يقول لي هنا تحت سيلكت كونتور، فاروح انا هنا دلوقتي يا باشمهندس جاي على بدايه الايه الخريطه الكونتوريه بتاعتي وجاي على النهايه كده، انا خلصت. خلصت. اقول له مسطره، نشوف بقى الشكل دلوقتي على شكله عامل ازاي يا باشمهندسين. ايه اللي حصل؟ ها دلوقتي يا باشمهندس عاد دلوقتي في حاجه ظهرت جديده، هو ده السيرفيس بتاع الارض الطبيعيه متعرف على البرنامج. لو نسيته باخد اي حاجه تانية موجوده عندي مش مشكله. يبقى السيرفيس ده يا باشمهندس المقصود بيه ان انا بعرف سطح الارض الطبيعيه اللي موجوده عندي. تمام. طيب انا بقى دلوقتي الخطوه اللي بعد كده يا باشمهندس لحد كده ممكن ابدا في الخطوه اللي بعد كده اللي انا اعمل الاينمنت للطريق. تمام يا باشمهندس، المسار بتاع الطريق. لكن قبل ده اتعلم انا دلوقتي معاك لو في اي مشكله في السيرفيس وعاوز تعدلها تعدلها ازاي. يبقى الخطوه اللي احنا هنشتغل فيها دلوقتي هو تعديل البيانات اللي انت دخلتها. خلاص شباب؟ لكن انا دلوقتي لو متاكد ان السيرفيس ده تمام ومش عاوز تعدل عليه او اي حاجه، بخش على المحاضره اللي ان شاء الله المره اللي بعد اللي جايه في خطوه اللي هي باشمهندسين الالاينمنت. لكن عاوزين دلوقتي نتعلم ازاي نعدل في السيرفيس ده. خلاص شباب؟ طيب نعدل ازاي؟ قال والله يا باشمهندس انت دلوقتي لو اخترت السيرفيس بالشكل ده وقلت له يا باشمهندسين رايت كليك، ركز يا باشمهندسين، باشمهندس اللي ورا لا هنوضح دلوقتي واحده واحده بس دلوقتي. اجي دلوقتي يا باشمهندس اقول له ايه هنا؟ في عندي حاجه حاجتين، في حاجه اسمها سيرفيس وبروبرتيز، في حاجه ثانيه اسمها يا باشمهندسين ايديت سيرفيس ستايل، صح يا شباب؟ طيب سيرفيس وبروبرتيز وايديت سيرفيس ستايل ده ظهرت امتى؟ ها لما وقفت عليها واخترتها وعملت رايت كليك، صح يا باشمهندسين؟ لو ضغطت هنا اجيب ايه؟ السيرفيس بروبرتيز بتاعتي. تمام يا باشمهندس. طب ممكن تظهر منين تاني؟ قال لي يا باشمهندس انت ممكن تختارها ومن الريبونز من فوق في حاجه اسمها سيرفيس بروبرتيز، اروح مختار من هنا يا باشمهندسين سيرفيس بروبرتيز، او منين تالت يا باشمهندس؟ هو مش السيرفيس ده اسمه جي اس؟ اروح عامل رايت كليك واختار من هنا يا باشمهندسين سيرفيس بروبرتيز. هنا يا باشمهندسين لو الاسم اللي انا كنت مسميه مش عاجبني، مش ممكن اسميه هنا باي اسم تاني؟ براحتي. تمام يا شباب؟ طيب تاني حاجه عندي اسمها ايه؟ سيرفيس ستايل. يعني ايه ستايل؟ شكل. انا الشكل ده مش عاجبني يا باشمهندس وعاوز اغير في الشكل، ما تغيره براحتك. في عندي هنا يا باشمهندس شويه حاجات ديفولت في البرنامج. اول شكل عندي بيقول لي ايه؟ نو ديسبلاي. طب فرضا كده لو اخترت نو ديسبلاي ده يا باشمهندس ايه اللي يحصل؟ وقلت هنا اوكي وقلت ابلاي هنا يا باشمهندسين، ايه اللي حصل؟ ها اختفى. هل دلوقتي معنى كده اللي انا عملت ديليت للسيرفيس ولا انا عامل له ايه يا باشمهندسين؟ طيب لو فرضا يا باشمهندس انا مديك الملف ده بالشكل ده، انت يهيئ ليك دلوقتي ان انا ايه؟ مديك خريطه كونتوريه، بس لما اجي ابص هنا يا باشمهندس في قائمة تول سبيس وبروسبكتور الاقي هنا ايه يا باشمهندس؟ في سيرفيس اسمه جي اس، والسيرفيس دي اهو يا باشمهندس في علامة زائد في الجنب وديفينيشن وجنب كونتور متفعلة. يبقى البرنامج حاسس ولا مش حاسس؟ عرفت منين انه حاسس؟ لان في سيرفيس اسمه جي اس ومتفعل جنب كونتور معمول من خريطة كونتورية، جنب الخريطة الكونتورية فيها علامة ايه؟ متظللة كده، صح ولا يا شباب؟ طيب ارجع ازاي تاني للموضوع؟
انا كنت بضغط هنا عشان اعمل رايت كليك، لو عملت هنا رايت كليك في اي مكان تلاقيها ظهرت عندك يا باشمهندس بكل سهوله. تمام يا باشمهندسين؟ او من هنا اقول له رايت كليك سيرفيس ايه بروباتس. خلاص شباب. طيب لان احنا في بعض الاحيان في الخطوات اللي بعد كده مش محتاج السيرفيس، انا عاوز البرنامج يحس بيه بس مش عاوز يظهر لي عشان خاطر ايه ما يحصلش لبسه عندي في الرؤيه. خلاص شباب. طيب فرضا يا باشمهندس انت عاوز هنا تظهر بوردر، قول لي يعني ايه بوردر؟ قول لي بوردر يعني ايه؟ يعني الاطار الخارجي بتاعه بس. اه يا باشمهندس لو قلت له بوردر قول لي وقلت له ابلاي هتلاقي بص هنا الخط ده عباره عن ايه؟ رصاصي صح؟ هتلاقوه هنا يا باشمهندس ايه اختلف الخط بتاعه، يعني ايه؟ ها؟ يعني الاطار الخارجي بس اللي هو العام. تمام؟ بعد كده يا باشمهندس بيقول لي هنا حاجه اسمها ايه؟ هو انت عاوزه خريطه كونتوريه يظهر لك السيرفيس ده على انه خريطه كونتوريه؟ طب والخريطه الكونتوريه دي يا باشمهندس حدودها ايه؟ 1 متر. عندي ايه؟ يعني ايه 1 متر ويعني ايه 5 متر؟ مش سكيل ولا حاجه يا باشمهندس، هو القصد ايه؟ قال لي يا باشمهندس ال 5 متر دي ميجور. يعني ايه ميجور؟ قال لي يعني لو ده منسوبه 5 متر يظهر لك خط كل 5 متر. يبقى الخطين دول ميجور، لو ده منسوبه 5 يبقى ده يبقى منسوبه كام يا باشمهندس؟ كل 5، يعني ده 5 5 زائد 5 يبقى كام؟ 10 صح يا باشمهندس؟ يبقى ده الميجور عندي. ده شكل اظهار بس مش اكتر. طيب الميجور كل 5، طب المينور كل كام؟ كل 1. طب بين ال 5 وال 10 في كام واحد؟ 5. يبقى كده الموضوع اللي هو عايز يظهر لك هنا يا باشمهندس ده خط اللي هو الميجور، وخطوط تانية دي خط 2 3 4 يبقى دي 5 6 7 8 9 10. ادي 5 6 7 8 9 10 يبقى كل 1 متر اهو يا باشمهندس ظهر عندي الكلام. في مشكلة يا شباب؟ طب نيجي كده نبص يا باشمهندس نختار الايه الاوبشن ده ونشوف الراجل عمل ايه عندي. ايه اللي حصل هنا يا باشمهندسين؟ ننزل بس حاجه قريبه من بعض عشان تنزل الموضوع احسن. ايه اللي ظهر عندي هنا يا باشمهندسين؟ شويه خطوط صح؟ صح يا باشمهندسين؟ طيب انا شايف دلوقتي المينور من الميجور، طب اعرف ازاي المينور من الميجور؟ بصوا هنا كده يا باشمهندسين هتلاقي هنا خط ابيض اهو وخط ابيض هنا صح؟ واللي بينهم اربع خطوط ايه يا باشمهندسين؟ رصاصي. طب انا ايه اللي عرفني الارقام بقى المناسيب؟ قال لي يا باشمهندس عشان تظهر المناسيب اظهرها منين؟ من قائمه سيرفيس، اقول له اد سيرفيس ليبل واقول له هنا يا باشمهندسين كونتور مالتيبل، كونتور مالتيبل يبقى من سيرفيس ادد ليبل. يعني ايه ليبل؟ يعني ضيف اسم على السيرفيس، ولما تضيفه انا عاوزه مالتيبل. يجي يقول لي تحت ايه يا باشمهندس؟ اختار الفيرست بوينت، اقول له الفيرست بوينت دي مثلا. طب اختار السكند، اقول له السكند دي مثلا. واقول له ايه؟ مسطره. لما نيجي نقرب كده يا باشمهندس هنلاقي ايه بقى دلوقتي؟ الرقم ده اللي هو الابيض ده بقى كام؟ 245. طب نشوف الابيض اللي بعده. الابيض اللي بعده اللي هو ده صح؟ اهو يا باشمهندسين. بقى كام؟ الفرق بينهم كام؟ 5. طيب احنا قلنا المينور يظهر كل كام؟ كل واحد. ادي الابيض اهو. ده كام؟ المفروض قلنا 245. اللي بعده يبقى كام؟ 246. اللي بعده يبقى كام؟ 47. يبقى ده يا باشمهندس طبعا مفهومه. يبقى ده يا باشمهندس شكل الاخراج، لو هو عاجبك عاجبك، مش عاجبك غير فيه. خلاص يا باشمهندس؟ يبقى ده اول ستايل عندنا. لا خطوط الكونتور الميجور والمينور، يعني ايه؟
الميجور ظهر باللون الابيض والمينور ظهر باللون الرصاصي، وانا اصلا ايه جالي عمى الوان عشان اشرح حاله صح؟ هل ينفع اغير في الكلام ده؟ قال لي اه. ازاي يا باشمهندس؟ اقف على السيرفيس واقول له سيرفيس بروبرتيز، اختار يا باشمهندس الكونتورز اللي هو من 1-5 متر، ده في هنا يا باشمهندس في الجنب هنا، ايه يا باشمهندسين الشاشه اللي جنبها، ايه يا باشمهندس ها القلم ده لو ضغطت عليها هيظهر لك الشاشه دي، في هنا حاجه اسمها ايه يا باشمهندسين ديسبلاي. طيب قرر بقى انت عاوز تغير ايه. في هنا حاجه اسمها ايه ميجور كونتور، هو انت عاوزه باللون، كان لون هنا يا باشمهندس اللون الغريب ده اللي هو كان احنا بنقول عليه ابيض لكن طلع مش ابيض اصلا، تمام؟ والمينور كان باللون الرصاصي ده صح؟ انتوا عاوزينه بالوان ايه؟ وليكن الميجور ده انا عاوزه باللون الاحمر، والمينور ده انا عاوزه باللون وليكن السيان. في مشكله يا باشمهندسين؟ واقول له ايه هنا يا باشمهندس؟ واقول له بس لاحظوا هنا يا باشمهندسين اللي ظاهر عندي كل الحاجات مطفيه ما عدا الثلاث حاجات دول، البوردر والميجور والمينور، هو ده الستايل ده شكله عامل كده. لو انت عاوز تظهر حاجه ثانيه ما تصغرها. خلاص شباب؟ واروح قايل له هنا يا باشمهندسين اوكي واقول له ابلار، هتلاقي الالوان اللي عندك اتغيرت هنا بالشكل ده. حد ده الاحمر هو يا باشمهندسين، واللي بينه ده اللي هو يا باشمهندسين السيان. في مشكله؟ البرنامج برضه مديك حاجه ديفولت بيقول لك كونتور 1-5 متر وديزاين. ايه الفرق بين الديزاين والباك جراوند؟ الفرق الالوان. اهو يا باشمهندسين لو دخلنا على ديزاين وفتحنا هنا هتلاقي اللون اللي هنا يا باشمهندس بتاع الميجور اللون ده، والمينور اللون ده، والبوردر هو برضه اللي ظهر، الثلاثه دول هم بس اللي ظاهرين. يبقى الفرق في الاستايلات دي الوان، هو اللي حاططها. ما حططش اللون بيجيب لك الالوان. هو بيجيب لك الوان ديفولت. انت عاوز تعمل حاجه جديده اعلمك ازاي تعمل حاجه جديده. خلاص يا باشمهندس؟ نفس النظام يا باشمهندسين اللي هي كونتور 2 متر و10 متر، الناس بقى لو ايه فهمت ال10 متر دي المقصود بيها ايه؟ ميجور، وال2 متر دي المقصود بيها ايه؟ الباقي ايه الفرق بين الباك جراوند والديزاين؟ الالوان. وعرفنا ازاي نعدل فيه. نفس النظام بالنسبه لل5 وال25. تمام؟ في عندي حاجة هنا اسمها ايه يا باشمهندسين؟ كونتور اند ايه؟ تراينجل. طب ما نيجي نبص عليها كده نشوف هو ايه اللي ظهر يا باشمهندس؟ ايه الفرق بينه وبين اللي فات؟ في خانة هنا اسمها ايه يا باشمهندسين؟ تراينجل. ايه اللي حصل لها؟ نورت، صح ولا يا باشمهندسين؟ طيب. ايه بقى قائمة التراينجل اللي أنت بتقول عليها دي يا باشمهندس؟ هي مش دي خطوط الكونتور؟ معمولة زي ما هي. خد الموضوع يا باشمهندس، النقطة دي مع النقطة دي وصلها، النقطة دي مع النقطة دي وصلها، النقطة دي مع النقطة دي وصلها، عمل مثلث. 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 نعم. أنا هقول يبقى هنا دلوقتي يا باشمهندسين عمل إيه الراجل هنا؟ وصل بين النقط اللي المساح رافعها. طب يا باشمهندس هو ده ممكن يعمل عندي ايرور؟ ركز بقى مع بعض يا باشمهندسين، ركز مع بعض. تخيلوا بقى يا باشمهندسين ان الراجل هنا دي نقطة وهنا دي نقطة وهنا دي نقطة، وصل بين التلات نقط دول، ايه اللي يحصل هنا يا باشمهندس تحت التلات نقط دول؟ محدش فاهم حاجة، النقطة دي فين؟ الراجل كان رافعها فوق صح؟ والمساح كان رافع نقطة هنا كده على الأرض، ونقطة هنا كمان على الأرض. تمام يا شباب؟ أنا شغال بطريقة إيه؟ طريقة اسمها تي أي إن سيرفيس، صح يا باشمهندس؟ طريقة التي أي إن سيرفيس دي معناها إن هو يعمل إيه؟ يوصل بين النقط مثلثات. تمام يا باشمهندس؟ الطريقة دي فيها إيرور في حالة يا باشمهندس لو أنا عندي فيه إيه؟ هي توب بالشكل ده او طبه بالشكل ده، حضبه بالشكل ده صغيره، طوبه صغيره بالشكل ده، والراجل خد نقطه فوق ونقطتين تحت، ده ايرور. طب في الحاله دي يا باشمهندس لو انا شفت الايرور ده اعمل ايه؟ اعمل ايه يا باشمهندسين؟ اشيل النقطه اللي فوق اعمل لها ديليت. طب ازاي اعمل لها ديليت؟ هنتعلم دلوقتي. طب ليه محدش فاهم حاجه؟
نعيد تاني. الراجل المساحة مش مهندس فرضا، انا ببقى منبه على المساح كراجل بتاع طرق بقول له والله يا باش مهندس لما يكون في عندك اي طوب بارز ما توقفش القام عليه وما ترفعليش منسوبها، انا عاوز الارض الطبيعيه. هو ده الارض الطبيعيه؟ ما الارض الطبيعيه فين؟ اللي تحتها. صح يا باش مهندس؟ فانا عاوز منسوب الارض الطبيعيه. طب فرضا الراجل المساح يا باش مهندس راح رفع لي النقطه دي فوق وحطها له ودخلتها على الجهاز، الجهاز هيعمل ايه؟ انا شغال بطريقه التي اي ان، عمل ايه يا باش مهندس؟ لا قابلها وراح موصل بينهم كمثلث بالشكل ده. في غلط انت لما جيت اشتغلت وعملت الايه الالاينمنت بتاعك وعملت البروفايل بتاعك لقيت ايه يا باشمهندس؟ ان انا عندي حاسس ان في حاجه غلط في الموضوع ده، الارض هنا شكلها مش طبيعي. بروح اعمل ايه؟ ادخل على البرنامج زي ما انا اعلمك دلوقتي واعمل ديليت للنقطه دي. طب لما اعمل ديليت للنقطه دي ايه اللي هيحصل؟ هينعاد التوزيع، بدل ما كان بوصل بالنقطه دي هيوصل بالنقطه اللي بعدها. هي مفهومه ولا مش مفهومه يا باشمهندسين؟ عيد تاني. مفهومه؟ فكنتور اند تريانجل ده يا باشمهندس معناه ان هو ظهر لك التريانجل، تمام يا باشمهندسين؟ واجي كمان يا باشمهندس اصغر البوينت ها عشان نشوف النقط اللي هي بتاعت المساح، فاروح هنا يا باشمهندس اقول له اوكي واقول له هنا اوكي، نشوف كده ايه اللي هيحصل هنا يا باشمهندسين. ايه رايكم بس نغير الالوان عشان بس تبقى واضحه بالنسبه لنا؟ خلاص شباب؟ اهو. وليكن الميجور نخليها باللون ده. والمينور نخليها باللون ده. والبوينت طالما ظهرناها نظهرها باللون الاخضر. بس هو ده اللي ايه اللي يهمني، والترانجل خلاها باللون اللي هو ايه حاطه ده. ركز بقى مع بعض يا باشمهندسين. هنا الخط الاخضر ده يا باشمهندس المقصود بيه ايه؟ المينور. والخط اللي هو الاحمر ده المقصود بيه يا باشمهندسين الميجور، تمام؟ وعندي هنا ظهر ايه يا باشمهندسين؟ ادي النقطة اهي صح؟ وزي ما انا شرحت لكم يا باشمهندس ده نقطة المساح رافعها وده نقطة المساح رافعها، والنقطة اللي هناك دي المساح رافعها، ايه اللي حصل يا باشمهندس؟ وصل بينهم كمثلثين. طب فرضا يا باشمهندس النقطة دي مش عجباني وعاوز اعمل لها ديليت، اعمل لها ديليت منين؟ اجي من هنا حاجة اسمها ايه يا باشمهندس؟ ايديت سيرفيس. اقول له هنا يا باشمهندسين؟ ديليت بوين. صح يا باشمهندسين؟ واروح جاي هنا يا باشمهندس بيقول لي ايه هنا؟ سيلكت بوينت. اروح جاي عامل ايه؟ اختار النقطة دي واروح قايل له يا باشمهندس انتر. ايه اللي حصل؟ شال النقطة وعمل ايه؟ عمل اعادة توزيع. يبقى لما يكون عندك في مشاكل بالشكل ده تعمل ايه؟ تقدر ان انت تعدل في السيرفيس اللي عندك. في مشكلة يا باشمهندسين؟ يبقى الستايل اللي انت عاوز تظهره، عشان بس اعيد تاني، انا عندي فيه شوية حاجات ديفولت موجودة، وفهمنا يا باشمهندس يعني ايه المقصود بالكلام ده، وعرفنا يعني ايه المقصود بيه كونتور اند تريانجل، وقلنا لو انا عندي فيه نقطة شاذة ازاي اللي انا اعمل لها عملية ديلي. طب انا عارف المسلسل ده هو دي الطريقة بتاعت البرنامج، البرنامج دلوقتي انا مدخل له نقط، فهو يا باشمهندس بيخلق من النقط دي ارض طبيعيه فبيوصل بينهم. طب هل هو بيوصل بينهم يا باشمهندس كايه بقى؟ كجريد؟ ما اللي فيه طريقتين، اما اللي هو يوصل بين النقط كده كايه الخطوط الايه؟ لو الخط ده والنقطه دي كده والنقطه دي كده والنقطه دي كده والنقطه دي كده والنقطه دي كده، النقطتين دول على خط واحد وصل بينهم وكنسل دي. النقطه دي والنقطه دي على خط واحد ايه عمل بينهم وكنسل دي. في طريقه اللي هي طريقه الجريد، في طريقه اللي هي التي اي ان اللي احنا بنشتغل بيها. خلاص باشمهندس؟ ما تدخلش نفسك في الحوارات دي. خلاص؟ اللي انا عاوزك تعرفه يا باشمهندس ان انا عندي هنا السيرفيس ستايل دي المقصود بيها يا باشمهندس تغيير في شكل الاخراج بتاع البرنامج. في مشكله يا باشمهندسين؟ طيب. لو انت بقى يا باشمهندس عاوز تعمل بقى حاجه ديفولت لنفسك تعملها منين؟ قال لي يا باشمهندس طبعا اللي انا كنت ظاهره اللي هو التمبلت بتاع اللي هو احمد زكي سيرفيس ستايل. يجي منين احمد زكي سيرفيس ستايل ده؟
من ملف التمبلت. مفهوم ولا مش مفهوم يا باشمهندسين؟ عرفتوا ايه المقصود بالبرنامج التمبلت او الملف اللي هو بتاع التمبلت؟ ان هو فيه شويه ستايلات جاهزه انا عاملها لنفسي. فاهم قصدي يا باشمهندس؟ طيب انت عاوز تعمل حاجه جديده لنفسك تعملها منين؟ من السهم اللي في الجنب. وتقول ايه يا باشمهندس؟ كرييت نيو. طيب لو انا عاوز اعدي على بتاع احمد زكي ده اعمل ايه؟ ها؟ اقف هنا على الشاشه زي ما احنا قلنا، فتح لي هنا يا باشمهندس احمد زكي. انا بعدل دلوقتي على احمد زكي اهو، احمد زكي اهو صح؟ بعدل عليها من ديسبلي صح يا باشمهندسين؟ لكن انا دلوقتي او من هنا اقول له ايديت كرنت، يبقى انا برضه بعدل على احمد زكي. طيب لو انا بقى عاوز اعمل حاجه جديده، يبقى من هنا يا باشمهندسين اقول له كرييت نيو، اروح من هنا من الانفورميشن اقول له الاسم اللي انت عاوزه. تمام يا باشمهندسين؟ وليكن بالاسم ده. واروح انا اقول له والله من ديسبلاي، هو الجديد ده انت عاوز تظهر فيه ايه؟ قال له والله انا عاوز اظهر الميجو. يا عم اظهر الميجو. وعاوز اظهر المينو، اظهر المينو. عاوز تظهر التريانجل، اظهر التريانجل. عاوز تظهر البوين، اظهر اللي انت عاوزه. انت سميه باي اسم انت عاوزه، والالوان اللي انت عاوزها. الالوان دي عجباك عجباك، مش عجباك غيرها. يا سلام. خلاص شباب؟ واقول له هنا يا باشمهندسين اوكي. ايه اللي حصل هنا؟ ها؟ الاسم اللي انت عملته عملت انت ستايل جديد. طب الستايل الجديد ده عاوز تعدل فيه؟ خش من هنا. قول له ايديت كرنت سيلكت وغير فيه اللي انت عاوزه. عجبك كده خلاص اوكي، وقول له كنسل. اظهره يا باشمهندس، هتلاقي شكل الاخراج اللي عندك زي الشكل اللي انت عاوزه. ها؟ في مشكلة دلوقتي يا باشمهندسين؟ الناس بقى تجرب الكلام ده عندها يلا.